هي كل شيء لك، يدك، رجلك، عيونك. أمي طبعا تعتبر كل شيء لي في الحياة، فله سبحانه وتعالى الحمد لله. أنا إيش أقول عن أمي؟ إيش أقول؟ مهما تكلمت ما بقول شيء. لو أقول لكم عمل واحد بس، أنا أمني عندي إني أضم أمي، مو في أي وقت، في أي دوام مناسبة أحضنها. تجي العيد والمناسبة أمي فيها حسرة أكثر مني. لكن لو سألتكم أنتوا الآن، متى آخر مرة ضمت أمك؟ أنتوا اللي أمامي واللي في التلفزيون، متى آخر مرة ضميت أمك؟ الحمد لله. الحمد لله. أمي في داخلها حسرة تقول لي مرة جينا من الحرم. تقول لي نفس يوم من الأيام أدخل الحرم وأنت ماسكني وتطوف بي. الحمد لله. الحمد لله. لو قلت لك الآن تخيل بطنك ما تمشي 5 أيام، 5 أيام بطنك ما تمشي، إيش هتعمل؟ رد علي. خذ ملايين. ملايين. تاخذ ملايين. شربت الملايين ما نزل شيء. إيش حتسوي؟ أمين. تروح المستشفى. طيب 10 أيام بطنك ما مشيت، إيش حتسوي؟ عملية. مستشفى. طيب أنا لي 16 سنة كل 10 أيام ما تمشي بطني، كل 12 يوم، كيف أسوي؟ كل 10 أيام أروح المستشفى؟ عندي أمي الله يعطيها العافية. تخرج اللي ببطني بيدها، اللي ببطني تخرجه بيدها. من يسوي لك كده على امك وانت تفضل زوجتك على امك؟ الحمد لله. ولا تفضل ولدك على امك؟ تفضل صاحبك على امك؟ الحمد لله. فين بسوة القلوب هذه يا شيخ؟ الله يرحمنا ويرحمته. حرمة اللي اتصلت بك يا عبد، حرمة دقت علي حرمة وكان عندي محاضرة، قالت أبغى أكلم عبد الله. رد عليها خالد صاحبي، قال لها يا أمي خالد عبد الله مشغول شوية. قالت له أسألك بالله، قل له يا ولدي إذا كان عبد الله انحرم إنه يضم أمه، أنا أبنائي عندي وانحرمت إنهم يضموني، ما فيهم ولا شيء، ولا واحد فيهم يدخل يضمني. قاسية قلوبهم، قاسية قلوب الناس. اتقوا الله، والله اقدم رجلها فالجنة تتم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم. وانت تتجرى على امك وابوك وتبر صاحبك وصديقك. قتلوهم. اي والله قتلوهم. اباء ابناء يقتلوا اباءهم وامهاتهم. قال الشاعر: اغرى امرؤ يوما غلاما جاهلا بنقوده كيما ينال به الضرر، فقال ائتني بفؤاد امك يا فتى ولك الجواهر والدراهم والدرر. فمضى واغمد خنجرا في صدرها والقلب اخرجه وعاد على الاثر، لكنه من فرط سرعته هوى فتدحرج القلب المعفر اذ عثر.
ناداه قلب الأم وهو معفر، ولدي حبيبي هل أصابك من ضرر؟ فكأن هذا الصوت رغم حنوه غضب السماء على الفتى قد انهمر، فاستل خنجره ليطعن قلبه طعنا سيبقى عبرة لمن اعتبر. ناداه قلب الأم كف يد ولا تطعن فؤادي مرتين على الأثر. كف يد ولا تطعن فؤادي مرتين على الأثر. يا أخي الإنسان اللي عنده علاقة مع أمه وأبوه سيئة من الآن، أنا حجة له أو عليه، من الآن يعلن التوبة بينه وبين الله، ثم إذا قام من المجلس هذا أو من أمام التلفزيون يروح يسلم على يدين ورجل أمه وتوبوا إلى الله. الله يغفر لنا يا شيخ. معلش يمكن